السلام عليكم أصدقائي، اليوم راح نسوي تشوراك العراقي، هذا اللي دا تشوفوه أمامكم. تعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة والمقادير وطريقة العمل. اليوم راح نسوي التشوراك العراقي، راح أسويه نوعين، سادة وبالتمر. أول شي راح أحتاج عندي هنا 6 كوابة طحين، نفس الكوب اللي تقيسين طحين افضل ان تقيسين الحليب بيه. عندي هنا 6 كوابة، يعني تقريبا الكوب الاخير ما ممتلئ 3 ارباع، نقدر نقول 5 كوابة وثلاث ارباع الكوب طحين. طبعا انا ما استعمل طحين ابيض لمعجناتي، لازم اخلطه مع الاسمر، فهذا نص طحين ابيض نص طحين اسمر. فانتي الاختيار الكي، اذا تريدين تخلين كله طحين ابيض هذا الاختيار الكي، بس انا ما من نوع ما احب الطحين الابيض. عندي هنا مثل ما قلت 5 و3/4 الكوب طحين ابيض، عندي 1.5 استكان شكر، عندي 1/2 ملعقة كوب ملح، عندي 1.5 ملعقة من الكوب هيل مطحون، عندي 50 غرام خميرة، اقدر اقيس لكم اياها بالمعلقة حتى تعرفون ايش قد تطلع. 50 غرام، شوف اقيسها، هذه ملعقة طعام، 1.5 طعام اقل من 1/2، يعني تطلع الخميرة 50 غرام. هسا عندي هنا 100 غرام من الزبد، خليته كوبين من الحليب ودفيته على النار، بس اشوفه لازم يكون يعني دافي مو كلش يعني ساخن. هسا بعد ما خلطت كل المواد الجافة مع بعض راح اضيف الحليب اللي عندي، بس لا يكون كلش ساخن، المهم يكون دافي، يكون درجة حرارة الجسم. راح اضيفه على هذا الطحين واعجنه. هكذا انتهيت من العجينة، هي هذه اللي تشوفيها امامك، عجينة يعني بهذا الشكل مطاطية صارت، كلش سهلة للعمل. هسا راح اغطيها بالنايلون واتركها لمدة 40 دقيقة الى ان تختمر عندي وتتضاعف، بعدين راح ابدي اشكلها. مثل ما تشوفين بعد ما اختمرت عندي العجينة قطعتها بهذا الشكل، كرات كرات بهذا الشكل، وغطيتها وتركتها ترتاح ايضا هذه الكرات. هسه راح اخذ اول قطعة اخليها عندي هنا التختة او السطح اللي راح اشتغل عليه، دهنته شوية بالزيت ايضا، افتحها على شكل دائرة، اللي هذه اللي راح اخلي بيها احشيها بالتمر. عندي تمر جهزته بهذا الشكل، الفها بالتمر والصقهم مع بعض، واخليها بالصينية، عندي صينية جاهزة جهزتها خالة بها ورق، واتركهم. اخذ وحدة ثانية ايضا، خلي التمر والفها نفس العملية. طبعا الحجم انت تقدرين يعني تتحكمين بالحجم اللي تريديها اكبر او اصغر. هكذا الصقها مع بعض وخليها بالصينية. هسه اخذ اسوي الجزء الفارغ، لانه مثل ما قلت اني راح اسوي نوعين، نوع بالتمر ونوع فارغ بالشكل. اخذ وحدة ثانية احاول ابرمهم بهاي الطريقة، هالشكل صارت عندي.
واخليها ايضا بالصينية ترتاح. بس عندي التمر راح اقص، احاول اقص من الجهات هالشكل من برا. هذه الطريقة، واخليها الثانية هم نفس الشيء هالشكل، اخلي مجال بيناتهم. اسوي وحدة ثالثة على شكل ضفيرة، هاي مثل ما شفتي فتحت ثلاث اجزاء بهذه الطريقة. أقدر أقسمها بالنص حتى لا تصير يعني كبيرة كثير بهالشكل، وأستمر بالباقي بنفس الطريقة. طبعا شغلت الفرن درجة حرارة 250، وعندي وخليتها تختمر حوالي نص ساعة. هسه عندي هنا بيضة واحدة خلطت معاها شوية دبس، وراح أدهن المعجنات اللي عندي. فهو الدبس اختياركي، اذا انت تريدين تخلين او لا هو اختياركي، يرجع لكي. شكل ادهنيها كلها، بعدين وراها راح اخلي لها السمسم واخليها بالفرن لمدة 10 دقائق بالفرن. أرشها بالسمسم كلها، هسه أكملها كلها وأخليها بالفرن وأرجع لكم. أصدقائي، هو هذا الشكل النهائي والأخير للشرك العراقي اللي سويته اليوم. سويت نوع فارغ مثل هذا، ونوع بالتمر مثل هذا اللي دا تشوفوه أمامكم. أتمنى تعجبكم هاي الوصفة وتجربوها، وألف عافية، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي بفيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.